استاذ احمد سالم الناقد الرياضي بصدى البلد. السلام عليكم يا استاذ احمد. كابتن عبد الناصر، ازي حضرتك وازي كل المشاهدين ومتابعينك في موقع تحيا مصر؟ اهلا بحضرتك. الله يخليك ابو حميد. اولا احييك، انا قريت المقال بتاعك بالكامل، واحييك على هذا المقال الرائع اللي انت كتبته على احترافيه خالد الغندور في استفزاز الاهلاويه، او خلينا نقول استفزاز الاخر بدل ما يركز مع ناديه، لان الموضوع زاد عن الحد ووصل الى حد شق السلم الاجتماعي، وبقينا يوميا وكاننا في حاله حرب ما بين الاهلاويه والزملكاويه. انا متشكر جدا لحضرتك. والله هو الموضوع مش اكتر من توصيف لكذا منشور الكابتن خالد الغندور كتبهم الفتره الاخيره، وكان واضح جدا من منشوراته الفتره الاخيره على صفحته التركيز الشديد مع كل حاجه بتخص النادي الاهلي بالتحديد. انا طبعا الكابتن خالد الغندور كابتن كبير، وانا كتبت ان هو كده، وله منا كل الاحترام والتقدير، وكابتن منتخب مصر، لكن المنشورات بتاعته الفتره الاخيره بتكشف عن يعني اسلوب استفزازي هو بيتعمده مع الاهلي ومع جمهور الاهلي. فبالتالي كان لازم نوضح ده من خلال المقال او الموضوع المنشور في صدى البلد. وانا بشكرك انك انت سردته بمنتهى المهنيه وما فيهوش اي اهانه او تجريح، لانك انت اتكلمت ووصفت مجموعه من الحاجات. ويمكن احنا انفردنا بنائب نائب رئيس مجلس اداره نادي اسوان اللي قال لو كلف الكابتن خالد الغندور خاطره وعرف ان في مشكله كهرباء في اسوان والدوله مشكوره بتسعى لحلها، ما اتهمنا ان احنا قابضين من الاهلي عشان نلعب في مصر. بالظبط كده يا فندم. ويمكن احنا برضو عندنا اتعلمنا برضو من موقع صدى البلد ان في ضوابط حتى للنقد، وده اللي موجود في المقال. احنا كل اللي كتبناه عن الكابتن خالد الغندور بوستات هو كتبها عن النادي الاهلي على صفحاته الشخصيه، وردينا عليها، مش كمان ردينا احنا قد ما هو رد الجمهور. الكابتن خالد الغندور اتكلم عن مشكله نقل مباراه اسوان للقاهره. طب انت حضرتك بتنتقد اتحاد الكوره او النادي الاهلي، والنادي الاهلي مش طرف في الموضوع. يعني من الواضح جدا النادي اسوان هو اللي كان حابب يلعب في القاهره. الحاجه الثانيه، حضرتك اتكلمت عن هدف محمد شريف الاول وانه فاول. اعتقد انا ما شفتش خبير تحكيمي، ما فيش خبير تحكيمي في العالم قال انه فاول. طبعا الجامب اللي عامله ده، يعني احنا مع فريق التشبيه طبعا، يمكن عماد الكابتن عماد متعب قالها، مع فريق التشبيه ده حاجه كده على طريقه رونالدو. كمان هو اتكلم في ان الهدف العكسي اللي جابه المدافع محمد السوري، واتحاد الكوره احتسب محمد شريف. هو انتقد برضو القرار بتاع اتحاد الكوره، وانا عارف ان كابتن خالد الغندور انتقده كراجل زملكاوي، بس في الحقيقه ان الزمالك برضه مش طرف، لان صراع الهدافين في الوقت الحالي ما بين احمد ياسر ريان اللي هو سيراميكا كليوباترا ومحمد شريف، يعني اشرف بن شرقي بيجي بعدهم بخطوتين. فالموضوع لا يعني يا كابتن خالد، وان كنت حضرتك قررت تحلل كل المشاهد في الماتش، فحضرتك تغاضيت عن انك تشوف ان الاهلي له هدف لم يحتسب. الهدف افشل محمد شريف، يعني صح. الهدف اللي لم يحتسب ده كان هيخلي محمد شريف سوبر هاتريك ربما لاول مره في الدوري من سنوات. ما شفناش لعيب بيجيب اربع اهداف في ماتش واحد. فحاجات كتير جدا كابتن خالد الغندور، وربما كمان البوستات الساخره بتاعت 9 و7 و9 اكبر من 7 ومش عارف 7 جنيه يعملوا كام دولار و9 جنيه يعملوا كام دولار. كابتن خالد عنده تاريخ وعنده، واعتقد هو اكثر لاعب زملكاوي في تاريخ نادي الزمالك اخذ بطولات مع النادي، واكثر لاعب رفع صعود، فهو رجل زملكاوي وقيمه زملكاويه كبيره. اعتقد انه من ال يعني شيء لا يليق به ان هو ينحدر لهذه الترهات، يعني زي ما بنقول ما ينفعش الصفحه الشخصيه بتاعته يكتب عليها هذا الكلام. هو رجل جمهور الزمالك جمهور كبير جدا، وجمهور الزمالك بيحب كابتن خالد الغندور، واللي بيعمله كابتن خالد الغندور ممكن يثير فتن او يعمل حاله من التعصب. وانا اسف يعني لو بستخدم كلمه فتنه او تعصب،
لان مش حابب اشوف ده بيحصل ومش حابب اشوف ان ده بيحصل وبيكون سببه حد كبير زي الكابتن خالد غندور. استاذ احمد سالم الناقد الرياضي في صدى البلد، بشكرك على الموضوع وبشكرك على وجودك معانا يا فندم، شكرا جزيلا. متشكر ليك جدا كابتن عبد الناصر، متشكر لحضرتك. شكرا.